مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز أهم العناوين. التوقيع على مذكرة تفاهم لمنح زورقين لعناصر خفر السواحل الجيبوتية. الصومال أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية. أهلا بكم. غادر رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيل ظهر اليوم البلاد متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمشاركة القمة العربية الصينية الأولى. و تناقش القمة العربية الصينية الأولى إلى زيادة مستوى التبادلات والشراكات الاستراتيجية بين الطرفين، وتتماشى عقد القمة مع السياق الحالي للأزمات المتعددة الأوجه الذي يمر بها البلاد. على هامش الندوة الإفريقية الإقليمية الثانية حول أهداف التنمية المستدامة التي تحتضنها جيبوتي، قام رئيس الاتحاد البرلماني الدولي برفقة رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية سيد محمد علي حمد والنائب أمين محمد بزيارة عمل إلى جامعة جيبوتي، وحظي الوفد البرلماني باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق. وناقش الجانبان مطولا جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما العملية التعليمية ومشاركة الطلاب العملية الحياة الديمقراطية، وحث الطلاب على تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية ليكون لهم تأثير أفضل في الرأي العام. برئاسة النائبة إليا إسماعيل قيدي، عقدت لجنة الإنتاج والتجارة يوم أمس الأربعاء الموافق 7 ديسمبر الجاري جلسة لمناقشة مشروع قانون متعلق بإعادة تنظيم وتشغيل وزارة التجارة والسياحة. وشارك في هذه الجلسة النواب ومثل الحكومة أيضا في هذه الجلسة وزير التجارة والسياحة سيد محمد ورسام مطيرية برفقة أقرب معاونيه. وبعد مناقشات مستفيضة أحالت لجنة الإنتاج هذا المشروع إلى الجلسة العامة المقبلة للبرلمان. في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الجيبوتي الياباني، أبرم معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف اليوم الخميس 8 ديسمبر الجاري مع السفير الياباني لدى جيبوتي مذكرة التفاهم حول مشروع بناء قدرات وكفاءة خفر السواحل الجيبوتية في مجال الأمن والسلامة البحري. وجرت هذه المناسبة بحضور ممثل الوكالة اليابانية للتنمية الدولية جيكا. وتقوم ميزانية هذا المشروع الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الأمن والسلامة البحرية في المياه الإقليمية ومضيق باب المندب التعاون القائم بين البلدين الصديقين لأكثر من 4 مليار فرنك جيبوتي. وجدد السفير الياباني في جيبوتي خلال كلمة له عن استعداد اليابان لبذل قصارى جهدها للوقوف إلى جانب حكومة جيبوتي في جميع المجالات، مشيدا بالجهود والمساعي المبذولة من قبل الحكومة الجيبوتية من تطوير القدرات وكفاءة خفر السواحل الجيبوتية. بدوره رحب رئيس الدبلوماسية الجيبوتية في كلمة له بالسفير الياباني مقدما الشكر والعرفان للحكومة والشعب الياباني على دعمهم المستمر لصالح المؤسسات الجيبوتية، وعلى وجه الخصوص خفر السواحل الجيبوتي الذي يقوم بمهام الموكلة له فيما يتعلق بالسلامة والأمن المياه الإقليمية والمطيق باب المندب والمناطق الساحلية لبلادنا. وشدد الوزير محمود علي يوسف على أهمية التبرعات الغذائية التي قدمتها الحكومة اليابانية مؤخرا لجيبوتي من خلال برنامج الأغذية العالمية واليونيسف بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، والتي تعد جزءا من التخفيف من آثار الجفاف في بلادنا.
وخلال المناسبة أشار الوزير محمود علي يوسف إلى العديد من المشاريع الأخرى قيد الدراسة، لا سيما مشروع بناء جسر أمبولي والتي تنفذها اليابان، وهو مشروع في غاية الأهمية لجيبوتي لأنه سيسمح بتسهيل حركة المرور بين بلدية بلبلة وبلديتي بلعوس ورازديكا. استقبل وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسيدوالي في مكتبه بالمجمع الوزاري نظيره الصومالي، وذلك في زيارة عمل له. وعقب الاستقبال عقد الجانبان لقاء ثنائيا تباحث خلاله علاقات الصداقة والتعاون المتميز القائم بين جيبوتي والصومال. وعقب ذلك عقد الطرفان اجتماعا موسعا حيث استعرض مختلف الإدارات في وزارة الاقتصاد العديد من العروض التقديمية للمشاريع الرئيسية مثل خطط التنمية الوطنية وكذلك مبادرة القرن الأفريقي. وشهد اللقاء فرصة لتبادل الآراء والخبرات وآفاق المستقبل بين الجانبين. وفي سياق متصل، بعد الاجتماع الأول أجرى وزير المالية الصومالي مباحثات مع الفاعلين الاقتصاديين الجيبوتيين، وركز الاجتماع هذه المرة على القطاع الخاص الجيبوتي والنظام البيئي وبيئة الأعمال وقدرتها التنافسية وإطارها الرامي للترويج والتطوير وفقا للسياسة التي وضعته الحكومة الجيبوتية. وكان الهدف من هذا الاجتماع عرض دور مؤسسات القطاع الخاص المتعلقة بمساهمة في تنمية الاقتصاد البلاد. وفي كلمة للوزير المالية الصومالي الدكتور علمي قدم الشكر والعرفان للمشغلين الجيبوتيين على الحضور هذه الجلسة التي تهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول القطاع الخاص. تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء الماضي من سفارة خادم الحرمين الشريفين كمية من لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مناسبة أقيمت لهذا القرض بحضور مدير التخطيط لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية سيد عبد العزيز الحربي. وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية، والذي بلغ 4000 ذبيحة من لحوم الهدي لموسم الحج الأخير معبأة في كراتين. السعودية وعلاقات الأخوية بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية، تقدم اليوم المملكة 4000 ذبيحة من الأضاحي والهدي لحج عام 1443. فاستمرار لهذه العلاقة والأخوة بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية هذا شيء بسيط مما تقدمه المملكة لإخواننا من الشعب الجيبوتي. من جهتي تقدم مدير التخطيط لدى وزارة الشؤون الاجتماعية سيد علي محمد عبد الله وافر الشكر والعرفان لسفارة المملكة العربية السعودية بجيبوتي على هذه الهبة السخية، مشيرا إلى أن هذه اللفتة تأتي في إطار العلاقات والتعاون المتميز القائم بين جيبوتي والمملكة. وأوضح سيد محمد علي أن المبادرة تهدف في مجملها إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي ورعاية الأسر الفقيرة والمحتاجين. وتجر إشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودا مقدرة لدفع مسيرة العمل الخيري في البلاد، بما في ذلك الإسهام بفاعلية في المساعي الرامية إلى التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة. بعد انتهاء النسخة السادسة لمنتدى المثقفين الصوماليين والذي نظمه معهد هيريتاش للدراسات الدبلوماسية والمركز لظاهرة التغير المناخي والصراعات في القرن الإفريقي، توجه بعض المثقفين صباح اليوم الخميس إلى جامعة جيبوتي. وعقب وصولهم حظي الوفد باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل مدير جامعة جيبوتي.
وركز الخبراء والأساتذة الذين كانوا ضمن الوفد على أهمية عقد حلقات نقاش بهدف إيجاد طريقة مناسبة لتحسين تعليم الطلاب الصغار. وقد قام الطرفان بعقد لقاء تباحثوا خلالها سبل كفيلة لتعزيز الدراسات الإفريقية المتعلقة بالسياسة والقضايا الاجتماعية الراهنة في منطقة القرن الإفريقي. هذا وعقد جلسة أو نقاشا استعرضوا خلاله الصراعات في القرن الإفريقي والتغير المناخ. في إطار تنفيذ المشاركة المدنية ومشاريع التنمية المجتمعية للجمعيات الممولة من قبل البرنامج المتحدة الإنمائي، نظمت جمعية دريال حفلة توزيع خزانات المياه الكبيرة لصالح العائلات البسيطة القاطنة في منطقة علي سبيحة. وجرت هذه المناسبة بحضور نائب رئيس المجلس المحلي السيد نور سعيد كيلدون وممثلة برنامج المتحدة في علي سبيحة السيدة حواء اسماعيل، بالإضافة إلى رئيسة جمعية الدريال السيدة مؤمنة تيرية. واستفاد من هذا المشروع الذي من شأنه أن يعزز جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي منطقة نحو 25 أسرة ذات دخل محدود في منطقة علي سبيحة والنواحي التابعة لها. والآن إلى جنوب البلاد وتحديدا منطقة أو في شمال البلاد عفوا وتحديدا منطقة أبخ. برعاية وزارة الصحة أطلق مستشفى أبخ الإقليمي المرحلة الرابعة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال. وفقا لوزارة الصحة تندرج حملة تطعيم الأطفال من الشلل في إطار الجهود المبذولة للوقاية من انتشار فيروس شلل الأطفال في جميع أنحاء البلاد. وفي مسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين في المنطقة، تم تسيير الفرق الطبية المعنية بالتطعيم إلى مختلف النواحي والقرى في منطقة أبخة. وستقوم الفرق المختصة بإعطاء الجرعة من اللقاح الفموي ضد شلل الأطفال لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الولادة وحتى سن الخامسة. وتجر إشارة إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز المناعة وحماية الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بفيروس شلل الأطفال الناتج عن ضعف المناعة ونقص التلقيح لدى المجتمعات المحلية. ودعت وزارة الصحة جميع الآباء والأمهات إلى اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية القريبة منهم لتطعيم أطفالهم. ترأس كل من قائد خفر السواحل الجيبوتية العقيد وعيس عمر بقري ومدير مكتب مكافحة القرصنة البحرية لدى خفر السواحل الياباني المقدم كيشيدا تاكاشي الاجتماع الرابع للجنة التنسيق المشتركة حول مشروع بناء قدرات خفر السواحل الجيبوتي في مرحلته الرابعة. وعقب ذلك بحث الجانبان علاقات البلدين والتعاون الثنائي وسبل الكفيلة لتعزيز التعاون القائم بين خفر السواحل الجيبوتية والياباني في تعزيز الأمن والسلامة البحرية. هذا وأبرم الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين. وتم توزيع شهادات تقديرية لسائل عناصر خفر السواحل الجيبوتي.
تبحث عائلة عبد الرحمن جامع عن ابنتهم حبيبة عبد الرحمن جامع البالغة من العمر 17 عاما، وقادرت منزلهم الكائن في حي أنجيلا في 23 من نوفمبر المصرم في حدود الساعة 9 صباحا، وهي تعاني من اضطرابات نفسية. وترجو هذه العائلة على من يعثر على هذه الفتاة الاتصال على الرقم التالي 21 35 27 61 أو 77 08 66 62 أو 77 53 22 29. دوليا، حذرت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة من أن الصومال مهدد بمجاعة جراء توالي 5 مواسم من جفاف عليه واحتمال حدوث موسم جفاف سادس. نتابع. حذرت الأمم المتحدة ومنظمتها المتخصصة من أن الصومال مهدد بمجاعة الجراء توالي 5 مواسم جفاف عليه واحتمال حدوث الموسم الجفاف السادس. وأشارت منظمة إلى أن البلاد تعد أكثر مناطق العالم تضررا من التغيرات المناخية، رغم أنه لم يكن لها دورا يذكر في تلوث. جاء ذلك في كلمته الممثل الأمم المتحدة ومنظمتها المتخصصة المعنية بالصومال في افتتاح الاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة على المستوى كبار المسؤولين بشأن دعم الصومال في مواجهة الأزمة الجفاف والمجاعات، الذي يعقد مقر الجامعة العربية برئاسة أحمد أبو غايد أمين العام للجامعة. وقال نائب ممثل الأمم المتحدة للصومال منسق أممي للشؤون الإنسانية سيد آدم عبدي إن الصومال عاني من 5 مواسم جفاف، ويحتمل أن يتكرر ذلك في موسم المقبل، ما يهدد بتعرض بلاد للمجاعات. إلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية نشرة، وشكرا على حسن إصغائه والمتابعة.